وقد تواصلت في الشارع العربي وبوتيرة متصاعدة حالة الغضب جراء الغارة الإسرائيلية على غزة. ففي مصر تظاهر أكثر من 150 ألف مصري في معظم المدن والمحافظات احتجاجا على الهجوم الإسرائيلي على غزة. كما شارك في التظاهر أكثر من 100 نائب في البرلمان المصري. وتركزت مطالب المتظاهرين على طرد السفير الإسرائيلي ومنع تصدير الغاز لإسرائيل وفتح معبر رفح بصورة دائمة. اللي بيحصل في غزة ده حرام، احنا ما عندناش حاجة نديلهم، احنا عايزين عربيات دم تيجي نديلهم دمنا. أين الشهامة المصرية؟ أين العزة المصرية؟ أين الكرامة المصرية؟ لقد افتقدنا كل شيء. حالة من الغضب العارم في تظاهرات مصر الشعبية خالطتها العبرات، استوى في ذلك الشيب والشباب للتعبير عن الحزن على مشاهد القتل والدمار في غزة، وهي أيضا تعبير عن إحساس هؤلاء المتظاهرين بالانكسار والعجز وخذلان السياسة وضعف النظام الرسمي العربي أمام جبروت الآلة العسكرية الإسرائيلية. أعضاء مجلس الشعب المصري كانوا جزءا من التظاهرة، ورغم الحضور البارز لنواب المعارضة والمستقلين لم يحل ذلك دون حضور نواب من الحزب الحاكم الذين رأوا أن الحديث عن تواطؤ الحكومة المصرية هو ظلم لدورها الذي تحتاجه الأمة. الكل رايح من كل الأحزاب من كل منطقة، بس أنا اللي أنا بقوله تاني، ما تهدوش مصر، ما تحاولوش أن أنتوا تضربوا في مصر. ضرب في مصر هو ضرب في الأمة العربية والإسلامية. نقابة الأطباء المصرية لم تكتفي بالإغاثة، ولكنها أبت إلا أن تنضم للتظاهر الشعبي. ورغم أن الغلبة كانت لأنصار وكوادر الإخوان المسلمين، فإن القوى القومية واليسارية كانت حريصة على المشاركة فيها، والتأكيد على أن هذا الموقف ليس دعما لحماس بعينها، ولكنه التزام تاريخي مستمر للجماعة الوطنية المصرية تجاه قضية فلسطين. هذا الغضب يعبر عن الإدانة الكاملة للحكام العرب جميعا، مجتمعين متواطئين الذين تواطؤوا وخدعوا أهل غزة وخدعوا حركة حماس بالقول أن إسرائيل لن تهاجم. موجة غضب شعبي عارم تجتاح مصر من أقصاها إلى أقصاها، ففي كل مرة تتكرر فيها اعتداءات إسرائيل على الفلسطينيين يتذكر المصريون بل يتأكدون من أنهم لا يرغبون في وجود سفير وسفارة هذا البلد في القاهرة المعز. حسين عبد الغني، الجزيرة، القاهرة.